عماد، إذن بعد ما قدمه يوآف جالانت على أن إسرائيل ستستخدم الأسلحة المقدمة أمريكيا وفق القانون وإطار القانون الدولي بعد مطالبات أمريكية بذلك وتحذيرات حولها، هل من تفاعلات حول هذا الموقف؟ لا يوجد ردود رسمية من الإدارة الأمريكية حتى الآن حول هذا الموقف، لكن نحن نعرف بأن الولايات المتحدة أصدرت قانونا، وزارة الخارجية أيضا وأرسلته لبايدن، يتطلب أو يطلب من الدول التي تخوض صراعات ومن بينها بطبيعة الحال إسرائيل أن وتحصل على السلاح الأمريكي أن تقدم ضمانات مكتوبة إلى الإدارة الأمريكية لوزارة الخارجية توضح فيها كيف يمكن استخدام هذه الأسلحة وفق القوانين الدولية ووفق القوانين الأمريكية أيضا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن هذه الضمانات المكتوبة ترفع لاحقا للرئيس، وأنها إن كانت غير مقنعة ضمن فترة زمنية معينة سيصال لقطع المساعدات. وحينما صدر هذا القرار في قبل حوالي شهر ونصف كان التوقع بأنه موجه بشكل أساسي لإسرائيل، أنه ضغط غير مباشر من قبل الإدارة الأمريكية على حكومة بنيامين نتنياهو حتى لا تضطر الإدارة الأمريكية لمواجهتها بشكل مباشر أمام الرأي العام الدولي، وتضعف الموقف الإسرائيلي باعتبار إسرائيل حليف مهم للولايات المتحدة. لذلك كانت الخطة بأن يسن هذا القانون ويكون إشارة للإسرائيليين بالتعهد بحماية المدنيين، لكن على الأقل المراقبون حتى الآن غير مقتنعين بأن الإسرائيليين معنيون بالالتزام بما تقوله الولايات المتحدة، لأنهم على الأرض يتسببون بحرج كبير للإدارة الأمريكية بسبب العمليات العسكرية التي ينفذونها، يتسببون بحرج كبير أيضا في الضفة الغربية، وبالأمس صدرت عقوبات ضد بعض المستوطنين نتيجة ذلك. لكن رغم كل ذلك الإدارة لم تغير الموقف بشكل جذري حتى الآن. اليوم هناك كان تصريحات لأنتوني بلينكين تتحدث عن اجتياح رفح، تتحدث عن ضرورة وجود خطة أيضا، وأن على الإسرائيليين أن يوفروا هذه الخطة وأن لا تكون مجرد خطة فقط لنيل الموافقة من الولايات المتحدة، لكن أن تكون خطة قابلة للتنفيذ. أيضا الولايات المتحدة في نفس السياق وزعت أمس مسودة القرار الأخير لها في مجلس الأمن، والذي يطالب بإنشاء حالة تضمن الوصول لوقف فوري ومستدام حسب التعبير الذي استخدم في مسودة القرار، أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مبني على صفقة لإطلاق الرهان. وهذا يأتي بالتزامن مع الأنباء التي تأتي من الشرق الأوسط حول ربما قرب الوصول لاتفاق ورد حماس على المقترحات الأمريكية والتصريحات الإسرائيلية بأن هذا مؤشر إيجابي. ربما هذا كله يأتي في نفس السياق وهو مساعي الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل أكثر وأكثر، ويبدو أن الإسرائيليين يستوعبون هذه الرسالة ويحاولون على الأقل للرأي العام الدولي والمحلي الإسرائيلي وأيضا الأمريكي يحاولون إظهار وكأنهم يستجيبون وأنهم إيجابيون فيما يخص الطلبات الأمريكية، يقدمون ما يستطيعون من ضمانات في محاولة لضمانة ليس فقط إدارة بايدن لكن الأهم الأعضاء في الكونغرس، الرأي العام الأمريكي الذي بدأ منذ 7 أكتوبر فعليا في حالة تأليب ضد الإسرائيليين وضد العملية الإسرائيلية في غزة.